وصالح، وانا اذا كنت مخطي عدل لي. وش سبب تركيزك على الشاعر الكبير سليمان بن شريم والشاعر الكبير عبد الله بن دويرج بانتقاء قصايدهم؟ طبعا رحمه الله عليهم، امين، والله ان شاء الله يجمعنا بجنات النعيم، والدينا ووالديكم جميع المسلمين، امين يا رب. شاعرين كبار، و يمكن كونهم قضوا فترة كبيرة من عمرهم بعنيزة، وقصائدهم من القصائد المكررة بالشعر الشعبي ومتناقلة بين الرواة، ونفس الوقت الأهم من هذا كله قوة القصائد عندهم، وفي في شعرهم في جزالة وفي قوة. وبالنسبة لي أنا طبعا هم، وبالعكس في يعني شعراء ثانيين، يعني عبد العزيز السليم اللي تو ونعم مراد على الجنة، حمد مغيولي، هذول يمكنهم على اساس انهم اغلبهم يعني يجمعنا عنيزه، نعم. لكنه برضه اذا طلعنا مثلا الشاعر الكبير احمد الناصر، ناخذ مثلا الويحان، بندر بن سرور، ابن صقيه، يعني سعد بن جدلان، تمتد القائمه تطول الحقيقه لشعراء كثيرين. انا حرص اني اطلع برا دائره عنيزه وبرا القصيم وبرا نجد، حاول اني اتنقى الشعر الزين. يعني مثلا تروح مثلا للكويت يطلع لك شعراء فهد بورسليم، تروح للمجمع، تروح للسدير، يعني في اماكن واجد يعني. فانا حرص والله اني اخذ من اكثر من منطقه، ما بس شاء الله. بحكم ان ذولا يعني خبر، يعني انت من يوم طلعك وانت بهالشعر ده، فاكيد انه بيصير له صبغه لك. صحيح. يوم ان جبنا طاريهم، انسان ودك تنتقي لنا قصيدة من هذا وقصيدة من هذا، ما نقول لا، ولا حتى لو واحدة من قصايدهم. مثلا ناخذ قصيد ابن شريم، الله يغفر له، قصيدته المشهورة يقول: يا وانتها اللي برت جسم حالي، بريد بان ابنه بغصن تغشلا، الله على عشير بل مود صفالي، أزريت نوش حماهي وانا تعدى، غير وين جبينه مثل خط الهلالي، سبحاني رب صوره لاني سواه، ما ليح علي الا موده عيالي، اصغر عيالي بالغلاء سنهيه. هذا ابن شريم رحمه الله يغفر له ويرحمه. طيب وش يسمى هالطرق؟ انت لك عنده اسم ولا؟ هذا قريب من المجالسي. المجالسي، ايوه، هذا اللحن اسلم. ايه، اذا جينا لابن دويرج مثلا قصيدته المشهوره يقول: يا هلا العيراتي باتر تاني مري توطي وارف خلي، خبروه اني شكيت الهمي والساموحي عقب فراقه، ما نسيت الصاحب اللي بالموده والهوى صافلي، جالي أصفى من غادير النقري وأحلى من حالي بالنقى، ما نسيته يوم أنا انهل من سيما ذوب العسل وعلي، خبر نفسي عيوفه لا تداني عقبيت العشاقة،
هذا نموذج لابن دويرج والقصيده عاد اطول بس عشان وقت الله ما ودي تاقف يا ابو صالح الله يطول بعمرك بس حساس ناخذ اكبر وقت ما شاء الله تبارك الله ومن الجزالة عندنا أشكال والوان